طبعا نشوفوا الزوجة ديال ميلودي تهي في الموضوع. بغينا أول سؤال، أول سؤال غدولينا على واحد الحاجة قلتيها بوحدك في المغرب عمرنا سمعناها، قلتي أنا بغيت ندير السبع ورفضوا ليا، أنا بغيت تجاوبينا على هاتي. أنا كنت باغا ندير سبع عام ونيكا هما داروها بصح أنت تشد، كنت باغا ندير سبع نونوس هما تيقوها. انت قلتي سبع عادي ماشي ماشي السبع ديال حيت امبوسيبل باش دير سبع بعدا اصلا في المغرب امبوسيبل ما يمكنش حتى شي وحده ما عندها سبع هنا في المغرب. ولكن في التصريح ديالك الطريقه اللي كتكلمي وانما امبوسيبل ديرو في المغرب فهمتي. انا ما كرهتش واش بنادم ما يتابعك على انك ما كرهتيش شي حاجه امبوسيبل. بنادم يتدخلك في شي حاجه في شي هوايه في شي هوبي ديالك ولا في شي حاجه كتحلم بيها ولا قلت ما كرهتش ماشي انا غنمشي نشري سبع وما كيبقاو يديروا هذاك الشيء كيبقاو يديروا لي زاريير بونسي ديالهم. نعم في هذا الاطار هذا السؤال الاول. السؤال الثاني انت كزوجه ديال ميلودي وديال عادي حنا نعلم جيدا انه كل رجل عظيم امرأة، علاش ما حاولتيش الاحتواء الوضع في هذا الاشكال الكبير ديال امي الكبيره وولاده، لانك انت على مقربه في الموضوع تتعرفي الموضوع مزيان من صغرهم من بزاف ديال الاشياء، ما حاولتيش انك تاخدي تحتوي على الوضع وتصفى هذاك الشيء بلاتي احسن واللي تبتوا القضاء من بعد بدون مشادات بدون خروج عادي المجموعه ديال المواقع وديال التواصل الاجتماعي بتصريحات وهذه، علاش ما حاولتيش والعكس انه يقال ويشاع انك انت التي تنفذين الاوامر وعادي المعلين في ظل اوامر ديالك. اول حاجه انا ما كيمكنش تدخل لي في الحياه الشخصيه ديالته خصوصا في الماضي ديالو، يعني انا راه ما عندي علاقه في هذا الشيء هذا كامل وهو القرار الاول والاخر تيبقى لي هو. انا واخا نهضر نقول لي اي حاجه ديرها ولا دير انا كنقول ليه دير يلا دير لا دي ان وهنينا نشوفو انا باغا نعرف شنو واقع واش هذاك الدري ولدك ولا ماشي ولدك واش هذيك البنت واش بنتك ولا ماشي بنتك حيت انا ما كنتش معاه ملي كان هو انا رانا يلا كي دابا انا راه الزوجه الثانيه راه الزوجه الاولى راه كانت ما كتولدش في سله اما انا رانا جيت عام مؤخرا يعني انا ما عرفاش السيد واش كانت هاد الكبيره ولا ما كانتش. انا هذيك البنت رانا كانت عيب باش عرفتها مرات ولد اختو فهمتي هادشي اللي كاين. يعني انا يعني ما عنديش شي قرار يعني هو القرار تيبقى ليه الاول والاخر لي انا ما عنديش دخل في هذا الاطار. كانوا بعض الخراجات ديال قويه فيديوهات مسجله وكاينه في مواقع التواصل الاجتماعي كاينه في اليوتيوب كاينه يعني كانوا اتهامات قويه لهذيك البنت هذا من طرفك. شنو كتقولي في هذا الامر؟ انا ما كان عنديش شي اتهام. عندك شي تسجيل وري لي؟ بعض التسجيلات كاينه في المواقع انه كيتكلموا معاك في هذا الموضوع كتجاوبي انه هذيك البنت كذا 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 دايره وفعله وكذا كذا، يعني عندك قناعه يعني بواحد خرجات في اوديوات مسجله كاينه في الكاميرات ديال الصوت. شوفوا واش هذاك صوتي يعني انت ماشي ديالك؟ ماشي ديالي. هذاك اللوجيسيال عرفتي شحال خرجوا من اللوجيسيال بدرجه انهم قال لك انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انني سبيت الملك كاين شي واحد يقدر يسبو جلاله الملك امير المؤمنين امبوسيبل. هاد الناس راه تيديروا دي لوجيسيال تريكاج كيبغيو يخلقوا لي المشاكل لحقاش نقول لك علاش. اول حاجه لانني انا المناجر ديال راجلي يعني باش يخسروا لي الصوره ديالتي مع الناس مع الجمهور ديال راجلي يعني في المجال ديال الخدمه فهمتي يعني في لي فيستيفال مع لي كونتاكت مع لي جون يعني مع الناس مع هذا باش انا الناس يوسخوا ماشي هاد الناس اللي كيديروا هاد فحال هاد الشيء هذا باش يوسخوا لي السمعه ديالتي مع الناس فهمتي. في هذا الاطار ديال كمانجر ديال الزوج ديالك كتعرفي انه هاد الدومين اللي فيه صعب يعني موضوع صعب كيكون فيه معاملات كيكون فيه هو اجدر واحق بهذا المجال لانه بغض النظر على الفن ديالو هذا انه عنده تجربه في هذا الشيء. انت كامراه ما حاولتيش انك تبعدي على هذا المجال؟ علاش خديتي هذه المهمه اللي هي صعيبه؟ ما تتلائمش مع المراه المغربيه انك انت تجيري في المهرجانات في العقود وما الى ذلك في نظرك؟ اول حاجه ماشي انا بوحدي اللي ماناجر يعني ديال مغني يعني كاينين بزاف ديال لي ماناجر ديال المغنيين عيالاتهم دي ماناجر فهمتي. منهم نقولوا صنهاجي كانت مرتو كريمه، منهم فريد غنام مراتو، منهم حاتم عمور، يعني ماشي انا الوحيده فهمتي. يعني كاينين بزاف وانا علاش لحقاش ديجا كانوا دي ماناجر كانوا كياكلوا لي رزقو فهمتي. عادي لواحد الانسان اللي شادي نقول لك طيب جدا فهمتي يعني اللي دابا مثلا مشى خدم مثلا في شي بلاصه في شي لوكال قال لي صافي حيد لي 500 الاورو
ولا لا قال لي هذاك رانا عندي ولدي مريض ولا شي حاجه، لا كان غيعطيه 1000 اورو غيقول ليه رانا ولدي مريض ولا هذا، يقول لي دير الكاشي كامل وعيمشي وعيجي وعيجيب معاه سروال وعيجي وعيقول لي اصبر دي لا من الفوت لوكر، وعيقول لي لا راه هذاك السيد كان مريض، لا لا من اللوكال حق راه قال لي، فهمتي يعني السيد اللي في جيبه ماشي ديالو كيدير مع كل شيء زوين. الراي ديالك في الخرجات الاعلاميه ديال عادل؟ عادل ملي تيكون تيكون هادئ راه تكون عنده خرجات اعلاميه زوينه، الا سبوا شي واحد واستفزوا وقال شي حاجه ماشي فيه ولا عاير ليه الشرف ديالو ولا عاير ليه شي حاجه، راه اوتوماتيكمون كيهضر امبونسيالمون، يعني راه ما ماشي كي هو كيديرها زعما بالعاني، فهمتي راه ما كيديرهاش بالعاني، راه يعني كتجي بدون شعور فهمتي، والناس فهمتي فحال كيقولوا راه حكا راه هو شويه سيفاغ راه هو شويه قاصح، ماشي قاصح هو كيدافع على راسو الا جبدوا شي واحد. اما بالنسبه لي انا دائما تنصحو تنقول لي ما دير لا لايف لا شي حاجه تكون مزيان عاد خرج للاعلام، تكون يعني عندك المزاج ديالك مزيان عاد خرج. في واحد الخارجه الاعلاميه ديالك تكلمتي على البدايات ديالك، تكلمتي انك اول حاجه بديتي بها ملي قريتي كنت وطيت الدولار، يعني هذه المساله هذه كان فيها نقاش، واحد الفئه كانت كتعاتب على هذه المساله وفئه اللي عندهم علاقه يعني في الجوار او شيء من القبيل تيقولوا عكس ذلك، تيقولوا هذا الشيء ما كاينش. يعني الجواب ديالك انت في هذا الموضوع من تكوينك واش هذا الشيء كاين ولا فين كاين الخطا او لتطوير الراي العام اكثر؟ ما فهمتش زعما يعني كيفاش يعني ما كاينش زعما انا ما قريتش ياك، هادشي اللي بغيتي تقول لي. بعض الامور كتطرح بهذه الطريقه. هذوك الناس غايرين، انا الناس اللي راه عادي شحال مره كنشوف في الطياره في العربيه ولا في الغوايه الان ماروك كنلقى لي زامي ديالي قراو معايا في سونتر فورماسيون بيرسونيل نافيكو كوميرسيال، سافي دير يعني التكوين المهني ديال المضيفات ديال الطيران، وعندي ديبلومي نقدر دابا نطلعو نجيبو لك تشوفو يعني تصورو، انا بين سالي نعطيه لك تصورو. هاد الناس هادو كاينين شي وحدين باغيين يوسخوا الصوره والسمعه ديالي، تيقولوا على انني انا ما قريت ما حتى شي حاجه، والحمد لله الدبلومات والشواهد ديالي كاينين، هما اللي كيحكموا ماشي انا اللي غادي نحكم. وعاد راه شحال من مره كنكونوا مسافرين تيكونوا معاه صحابه ولا هذا كيشوفوني كنتلاقى مع لي زامي ديالي في الايركرافت في الطياره. سؤال اخير واخا هو شيئا ما محرج ونتمنى يعني انه يكون بالقلب ديالك، اذا ثبت ان هناك خطا مثلا وثبت ان هذه الابلاء ديال هادي شنو رد الفعل ديالك؟ اذا ثبت بالقانون وبلا دي ان تكلم، اذا ثبت بالقضاء بالقضاء وبالقانون هذاك الحياه الماضيه ليس لي دخل فيها، انا ما شغليش اكيد غيدار اللازم اللي غيلزموا عليه القضاء، القضاء ديك الساعه تيبقى هو الفيصل، انا ما عنديش دخل في هذاك الشيء، يعني انا ما عنديش مشكله في الحياه كاع لان هذاك الشيء كان الماضي انا ما كنتش فيه، يعني شي حاجه اللي غدرني انا الا كان شي حاجه مستقبليه شي حاجه جديده، ما شي حاجه في الماضي انا ما علماش عليها، ولا عاد خرجت دابا وبانت 29 عام عاد بانت انا راه ما فاهمه والو، الا كان القاضي قال لي هذوك راهم ولادك وراهم ولادو، ما كانوش ولادو راه قال لي القاضي راه ماشي ولادك راه ماشي ولادو. شكرا لك، كلمة أخيرة ونفس السؤال عادل، عادل كنشكروك على سعة الصدر ديالك معنا في النقاش، نفس السؤال إذا ثبت أن هاد الأبناء نديرو هاد الاحتمال إما القرار في الأخير كما قلنا وكما قالت الزوجة ديالك هو القضاء، إذا ثبت أن هاد الأبناء ديال عادل شنو رد الفعل ديال عادل؟ راه لا قالوك راه ولادك راه ولادك شنو غادير لهم؟ لا رد الفعل ديالك شنو غدير؟ ما عندي ما غندير، راه ما ولادنا راه مرحبا بهم واش غندير لهم انا شان ندير شي حاجه، راه ما يبقاو راه يبقاو ولادنا، راه بغاو جبود الناس نعطيهم جبود الناس ونعطيهم لاكارت ناسيونال ونعطيهم كل شيء، ما عندهم مشكل فين عندهم هما غرام ديال المشكل، مرحبا والف مرحبا ما عنديش غرام ديال المشكل معاهم، رغم هذا الشيء اللي وقع ورغم هذه البلبله ورغم هذا الشيء اللي داروا هما انا ما عندي ما نقول، غير هو ان الحاجه اللي تبقى بيني وبين ما يبقى بيني ما يبقى داك الشيء ديال ان تجمعوا داك الشيء، لان راه ما انا عندي واحد الانسان انا كنسمح ولكن راه ما كنساش، هذا المشكل اللي عندي انا في الحياه ديالي، انا راه ما يمكنش لي انا نجلس مع ناس هما عذبوني في الحياه ديالي وانا ما داير لهم حتى شي حاجه خايبه، هاد الناس انا ما درت لهم شي حاجه خايبه، العيبه ليا اللي درت شي حاجه خايبه، هاد الناس ناضوا وناضوا حموا عليا ناس اخرين وناس اخرين ناضوا بناس اخرين وكل شيء وهذا وعاد كيخرجوا فهمتيني بحال غير قبيله عاطيني اللي حوا في اللايف ديالو قال لهم المهم حنا شوهناه في المحكمه،
هذاك ولد غايقول لك المهم حنا شي هنا في المحكم. وانا كنقول الناس اللي جاو انا كنقدرهم كنحترم كامل الاحترام كامل التقدير دوك الناس اللي جاو للمحكمه واستقبلونا وتصوروا معنا وعجبوا من الحال خويا عادل الصبر اخويا عادل ما كاينش هذا الهضره اقسم بالله ما سمعت هضره خايبه اقسم بالله الا كانت شي حاجه انا ما كنتش كنسمع الله اعلم ما انا في وجهي عطاوني داك الشيء معزز مكرم ودايرين دقه المراكشيه والناس فرحانه وكل شيء. انا كنشطح ما مزيان دخلت المحكمه وكنصفق وكنشطح وهانيه وكل شيء ديال الله هذا هو الواقع. عادل شكرا لك الاستضافه عندنا. مشاهدينا الكرام كما تتبعتوا معنا حاولنا ما امكن واحد النسبه معينه من الاسئله التي تروج وكذلك اسئله اللي كتطرح عند المواطنين حول لا عاجل ولا الزوج ديالو في اطار مجموعه من النقاط حول ما امكن اننا ندرجوها على والهدف ديالنا هو تنوير الراي العام. كذلك سوف ان شاء الله نحاور طرف ثاني المتنازع معهم حول موضوع النسب والقرار في الاخير هو سيد الموقف تعليق المواطن. شكرا لكم.